قول لي شوفوا لي الرخصة يا حبايبي. يا سلام عليك صراحة اشي مرتب. So ladies and gentlemen حبايبنا الكرام كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. احنا حبايبنا الكرام نورتونا بمقطع جديد شباب. من شوي نزلت رقصة اسطورية شاب اسم الرقصة الاختراق ولا ما اعرف شو معلم، شايف هاكر ما اعرف رقصة الهاكر شباب، رقصة الهاكر فرج معلم صراحة رقصة يعني غريبة عجيبة يعني شباب، غريبة عجيبة. اوكي يا اساطير صح حبايبنا، قولوا ليش مقطع يا اساطير. اهم شيء لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاة والسلام يا احلى ناس، ولا تنسونا من لايكات شيرات كل شيء يوصل. اوكي شباب يلا نزل تحت شباب نشوف الوضع ليديز اند جنتلمان. طبعا بتعرفوا شباب هون بدل حد عجله هي لازم نختار شيئين يعني لازم نخلص منهم. هالمره شباب راح اختار شيء يعني مميز بهذا الشيء، يعني مرات شباب في عنصرين، عنصر واحد مميز اللي هو الاسطوري هذا تمام، وعنصر الثاني شباب الاسطوري يعني انه عنصر مميزين هذا وهذا تمام شباب. هالمره راح اشيل هذا العنصر هذا تمام، وراح اشيل واحد لسه كمان يعني افضل شيء موجود هون. حابب اجرب شيء جديد شباب، حابب اجرب صراحه شيء جديد اشوف الوضع. اوكي هون الظاهر كمان هذا يعتبر عنصر حلو تمام يعني. اوكي وهون بقى عنا الشباب قلنا هذول الاشياء يعني خلونا نقول يعني اللي مش يعني حبيبي والله. اوكي بلاش شباب تمام، كونفيرم نعمل كونفيرم. اوكي حبيبي والله شو صار بيفور سبيننج تاب ون يا خلص هي حذفنا مبنى يوم. اوكي ما بيرضى. اوكي معناتها احنا نعمل هي معلم وات بليز لونك شو عم يعمل هذا، شو بيقول هذا معلم ريبورت وات يا اخي اللعبة كانت ما اعرف شو صاير لها معنا اللعبة كانت منقلقة. اوكي شباب يلا نعمل اول سبين يا ساتير حبيبي والله ليتس جو يلا ركض. اقسم بالله شباب والله حسيت انه طلعت لي حبيبي والله. اوكي نعمل اوبن يلا افتح معنا اللي بعده معلم، هات لنشوف الثانية يا اخي والله شباب قلبي يا اخي صدقوني شباب يعني الصراحة انا يعني حبيبي والله. اوكي خلينا نركز يلا السبين الثاني معلم ليتس جو. هذا هي ان شاء الله هي مو هي يا زلمه شو هذا خير الله. يلا اللي بعده معلم يلا يا اخي والله شباب اخر لفه اقسم بالله شباب اخر لفه يا الله. اوكي يلا معلم بقينا واحده بقينا شباب واحد اثنين ثلاثه اربعه يلا هات لنشوف روح يعني عن جد معلم والله شيء بقرف اقسم بالله شيء بقرف شباب يعني شو يعني خلص يعني اعطونا شيء حلو معلم شويه روح هات لنشوف. على فكره الشباب يعني ليش عم بعذب حالي وليش يعني عم بوجع يعني خلص حظ بيت شباب خلص راحت الاخيره معلم خلص روح اعمل هيك شيت مان كتكم 1060 نيلة ثواني مثل كل مرة بقول بعيد دائما اخاف باخر لفة شاب بخاف انه اخر لفة ما تطلع لهيك شاب بيقول بسم الله الرحمن الرحيم متأكد معلم ها طلع حبيبي والله. تعال هون نرش فرق سياسة تير التمان تعال هون وين الرقصة معلم نجربها معلم وقف حبيبي والله تعال انزل شوف الرقصة الاسطورية معلم نعش فيك بشكل قول لي لا شباب شنو مرتب بدي لازم ندخل نجربها معلم. اوه شباب ركزوا معي هون صار عندنا الرقصتين تمانو شباب هون الرقصات كله سر الوضع هاكر معلم الرقصات هاكر رقصات هاكر شباب لا ابدا هي رقصه الاختراق الهاكر رقصه الهاكر معلم رقصتين صار عندنا رقصات الهاكر معلم هذا نشوف تعال هون نفتح هاي ليش ما يرقص هذا ليش ما يرقص البيض ده؟ عليكم. وينه؟ هاي الرقصة العادية شباب بالشكل هيك بنعرفها دائما، تمام؟ هاي والله كله بويا شي باللوس، لا هاي لا. أيوة يعني هلا الشيء اللي فهمته شباب إنه في
حوالي هذول الدرونات اوكي ناويين يعني يقتلوا هذا. وهو انا شاب يعني هو لعب بالهاكر بالتابلت تبعيته انه اخترق شاب وتفجروا حبيبي والله. تعال هون تعال نجي لهون شباب نحط نجرب حب اجرب شغله شباب بهالرقصه شباب انه يعني نرقص ونضرب بنفس الوقت فهمتوا علي كيف. وقفوا شوي تعال هي نحط حالنا هون هيك نجرب هيك نعمل لهون اوكي تعال هون نجرب لنشوف نعمل هالحركه هي شباب ركزوا معي هي هيك لا وقف هنا هي رقم 6 حاطه هي رقم 6 لا هي رقم دبل بقى نجرب على هيك هكرتو هكرتو هذا اللي هذا معلم هكرتو عازم برو والله معلم حبيبي والله تعال هون نشوف تعال نشوف لهون معلم تعال وقف شوي نجرب على هون معلم هكرتو معلم هات تعال نروح ثواني كلخنز كلخنز معلم كلخنز موجود لا مو هو المدمر المدمر معلم يا سلام تعال هون كلخنز معلم معلم نعمل حركة زلمة خنزات يقول يا الله ايش هذا؟ ايش هذا معلم؟ تعال طولي بالك طولي بالك نجرب الحركة الاسطورية معلم لا مو هي مو هي حركة هيك باللوز اوكي عم نهكر علم او ماي جاد او ماي جاد معلم او ماي جاد شباب بتعرفوا شباب صلي صلي اليوم ما فتحنا بس شباب ناخذ اجازة وحمين توقف لا يا شيخ لا يا شيخ لا يا شيخ لا يا شيخ لا خلينا نظبط وضعنا كمان مثل انت شباب وقف وبص الساحة وقف تعال هون نجرب نجرب الحركة شو راح تصير شكله هو الهيد شوت لا حرام وات يخرب بيته 12 دمه 12 يلا دمه دمه 12 يا زلمة حظ البوتات هذا معلم حظ النوبات حظ المبتدئين دائما هيك شباب تعال نشوف هذا معلم جربه ان شاء الله تزبط علي بس نشوف والله ما في هالرياكش يعني افضل رقص شباب لما تبعت التراكس بالصراحه فهمت عليك افضل وحده يا شباب التراكس تعال نشوف تعال نجرب من المول جديد لا شباب هاي ما زبط هاي بس ولكن شباب الرقصه يعني اتس اوكي اتس اوكي استورة انت استورة استورة والله استورة حبيبي والله اوكي شباب لا خلينا نطلع معلم نشوف الوضع هون يا حبيبي والله باللوس سو ليديز اند جنتلمان حبايبنا الكرام هيك بيكون انتهى مقطعنا اليوم يا اساطير ان شاء الله عجبكم مقطع حبايبنا بتشكركم كثير لا تنسونا باللايكات والشيرات حبايبنا الله يسعدكم تشاهدوا المقاطع اللي فاتت حبايبنا تمام بنشوفكم على خير بتشكركم بالذاف لا تنسوا شباب نفس الوقت كثير منكم شباب بيقولوا لي كنا عم تعملوا بسوس بعمل بسوس مباشره دائما على الفيسبوك حبايبنا الرابط راح يكون تحت الوصف كل شيء بوصف كل شيء راح يكون بوصف معلم كل شيء كله موجود شباب لا تنسوا تتابعوا المقطع الثاني شباب نزلت لكم اياه بقناتنا الثانيه اوكي يا اساطير شوفوا على خير بحبكم بزاف سلام عليكم.